استقبال حار تخصه الجزائر للإخوة والأشقاء العرب، وبالزهور والورود يستقبل القادة وممثليهم هنا بأرض الجزائر، أرض الشهداء، أرض البطولات، في هذه الذكرى، الذكرى 68 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة. إذن ساعات قليلة تنفصلنا عن انزلاق القمة العربية في دورتها 31 على مستوى القادة، بعد التئام شمل المشاركين هنا بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، حيث سيترأس جلستها الافتتاحية الرئيس التونسي قيس سعيد. مراسم الاستقبال، وكما قلنا الجلسة الافتتاحية سيترأسها الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي سيسلم رئاسة القمة 31 للرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون. طبعا هذه القمة التي ستطرح خلالها أفكار ومشاريع جديدة لأول مرة يتعلق بالأمن الغذائي، قضايا المناخ أيضا، والنظر في آليات الدعم والتضامن مع البلدان المتضررة. وهنا أدى ضيف الجزائر تحية شرفية أو استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية. قضايا كثيرة مطروحة على طاولة العرب، منها الاقتصادية وما يتعلق بالتضامن مع الدول المتضررة من الأزمات، إضافة إلى إعادة تفعيل الهيئات الاقتصادية. ووزير الخارجية السعودي يصافح مستقبليه ويتوجه رفقة وزير الخارجية الجزائرية السيد رمطلع مامرة إلى القاعة الرئاسية الشرفية. ملفات كثيرة، وبالنسبة للشقي السياسي تأتي دائما القضية الفلسطينية بمستجداتها الداخلية بعد التوقيع على إعلان الجزائر للانطلاق منه لإنهاء حالة الجمود المسجلة، ويبرز كذلك مقترح السعودية لمبادرة السلام العربية التي يراد إحياؤها مرة أخرى لتكون التصور العربي المشترك لحل القضية الفلسطينية وإحلال السلام في الشرق الأوسط.